بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم. ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. الله يا الله ما شاء الله. أحسنت أحسنت. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء
شاء الله ما شاء الله تبارك الله يا شيخ. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم. ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. الله بارك الله لك بارك الله لك. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر
لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. Kipas angin. لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. الله ما شاء الله. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أفل. فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الله ربكم أعلم بما إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. الله تكبير.
وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر الله السلام وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين الله الله ما شاء الله ما شاء الله وكان الشيطان لربه كفورا الله الله ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا Thank you.
خبيرا بصيرا. ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. نحن نرزقهم وإياكم. إن قتلهم كان خطأ كبيرا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. الله. ومن الله 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 ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشد.
حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. الله حتى يبلغ أشده.